أنا وهي عايشة وخلاص، كان واحد من الناس زي كل الناس، مستورة مدام بابنا علينا مقفول بالترباس. اهلا بيكم في واحد من الناس. عاوز اتكلم عن قضيه مهمه جدا بتتعلق بصحه وحياه ملايين المصريين، هي قضيه الادويه. في ظاهره غريبه جدا ان كتير من الادويه المهمه والخاصه بالامراض المزمنه مختفيه، او خلينا اقول قليله. والصيادله بيقولوا ان صناعه الدواء في مصر فيها مشكله ومحتاجه وقفه وتدخل قبل ما نلاقي نفسنا قدام ازمه حقيقيه. لازم وزاره الصحه تحل الازمه. في ناس مرضى عندهم مرضى السرطان، مرضى الكلى، مرضى الكبد، مرضى السكر، محتاجين يلاقوا الأدوية، محتاجين استجابة سريعة من وزير الصحة، وإلا هنجد مرضى بتموت عشان ملهاش علاج. تعالوا بقى نشوف التفاعل والاستجابات مع اللي بنعرضه في البرنامج. فاكرين محمد مصطفى درويش من قرية زرزرة اللي في اسكندرية؟ كان عنده 54 سنة وكان بيعاني من مشاكل كبيرة جدا في القلب، وكان مطلوب له عملية قلب مفتوح ب20,000 جنيه. تعالوا نفكركم بيه. يعني من قلب مفتوح بقال 10 سنين. جيت لجلطة في 2001 وشفيت منها، وجالي منها سكر، والدكتور منعوني من السجائر ومنعت السجائر، فرجعت لي تاني بسبحة صدرية، وعملت قسطرة في 2009 على نفقد الدولة، والتاريخ الساعة قلبي تعبني وما نقدرش نطلع وما بنشتغلش من سنة 2003. ما اشتغلتش والرخصة خدوها مني، وعجز كل معايا اوراق بكل حاجة، وتعبان يا تعبان، مش قادر خالص نمشي، ولا كل ما نمشي 5-6 خطوات 10 خطوات نقع، واللي يشيلني واللي ما يشيلنيش، والعالم الاطفال يشوفوني يجروا، نفس تشحير جامد. عملية قلب مفتوح، قال لي عندك الشرايين مسدودة وعادة القلب هبوط حد في عضلة القلب، وعملت القسطرة وطلعت النتيجة، بس ما فيش امكانيات. التكلفة غالية بتاع 30,000 أو أكتر، وأنا ما أعيش، ما فيش دخل يا بنتي والله. مصطفى حالته صعبة جدا زي ما حضراتكم شفتوا. البرنامج الحمد لله بالتعاون مع جمعية قلوب مصر قدرنا نعمل له العملية على ايد الدكتور المحترم عادل فاروق، استشاري جراحة القلب. تعالوا نشوفوا بعد العملية اخباره ايه. كانت جات لي جلطة سنة 2004، وربنا كبير اللي كرمني منها وشفيت، وجالي منها سكر، فردت لي في 2007 بالشريان التلاجي مسدود، قالوا لي اعمل قسطرة. عملت القسطرة، قالوا محتاجة عملية ب30,000 جنيه. فطبعا انا دخت 7 دخات على الدكاترة، الامكانيات دي تسمحش. لجأت لايه؟ لبرنامج واحد من الناس، وشاعولي عالم لحد عندي، خدوا مني شوية روشتات وشوية تحاليل وعرفوا اللي عندي، وبعد 3 أيام اتصلوا بيا شاعولي دكتور، 2 دكاترة اسكندرية عملوا معايا الوجع، وبعديها ب4 أيام اتصلوا بيا من مصر يقولوا تعالى عشان تعمل عملية، وجيت عملت العملية في مستشفى دار الشفاء. أنا مبسوط إن أنا عملت العملية الحمد لله، عشان يشوف أكل عيشي وأكل عيش عيالي. ما أنا ما عملتش كده، أنا أكل عيالي منين؟ الحمد لله حتى الواحد كان عايش ميت. أنا بشكر برنامج واحد من الناس، وبنشكر جمعية قلوب مصر، واجعلهم للغلابة دايما يا رب.
عرضنا احوال لعزبه عرب سراب وعزبه جنيدي في شبرمنت في الجيزه. الاهالي كانوا بيشتكوا ان ما عندهمش ميه شرب ولا كهرباء ولا فرن للعيش. البرنامج عرض مشاكلهم على محافظ الجيزه المحترم الدكتور علي عبد الرحمن، ووعدنا بحل المشاكل في اقرب وقت. تعالوا نشوف وعود المحافظ اللي احنا هنتابعها. بالنسبة لعزبة جنيدي وعزبة عرب سراب، العزبتين دول عدد القاطنين في كل عزبة في حدود من 50 إلى 100 مواطن أو 100 أسرة. العزبتين دول بحكم قربهم من المنطقة الحضرية ومن مناطق سياحية سيأخذوا أولوية في المطالب التي سنوجهها إلى وزارة المرافق. في نفس الوقت المحافظة ستقوم خلال الثلاث شهور القادمة بالتعاون مع الأهالي في سحب كميات المية، مية الصرف الصحي الموجودة في الخزانات اللي موجودة قرب المنازل أو ملحقة بمنازل، وتفريغها في محطات معالجة للصرف الصحي بتقوم على تشغيلها الدولة بدلا من إلقائها في المصارف العمومية والترع العمومية، وده أمر بيضر كثيرا بالصحة العامة. الأمر الثاني، احنا بالنسبة للمية في عدد كبير من المنازل وصلوا له مية، مد المية لتشمل كل المنازل ده سنبدأ فيه مباشرة، وسنتحمل جزء من تكاليف التوصيلات إلى المنازل، وأما الجزء الثاني فده بيتم عن طريق دفع رسوم بيدفعها المواطن طالب التوصيل من المياه العمومية إلى المنزل. البرنامج في إطار جهوده لمساندة القرى والمناطق الفقيرة نظم قافلة ضخمة ل 11 قرية بمركز طمة بسوهاج بالاشتراك مع مؤسسة واحد من الناس وجروب فاعل خير وجمعية عبد السلام أبو الفضل وجمعية الأرمان وبنك الكيسة وبنك الطعام. القافلة تضمنت توزيع شنط مواد غذائية وملابس وبطاطين وعبايات، وأيضا تم تجهيز 30 عروسة وتوزيع 50 راس ماشية للأسر الفقيرة. تعالوا نشوف الناس استقبلوا القافلة ازاي. معي 5 ايتام، معي 3 بنات وولدين، وجوزي متوفى وعقبت من الشؤون، وربنا يبارك في جمعية الأمار. واحد من الناس ساعدونا وجوزه شافوا حالتنا ولقوا حالتنا تعبانة، ومعفكر كده يعني اجوز بنات اسطر عليهم واولاد اصرف عليهم في التعليم، وحبوا يشوفوا الحالة وربنا يساعدهم زي ما ساعدوني وبارك فيهم، جابوا لي قاموسة وربنا يساعدهم زي ما ساعدوني، حاسه بالسعاده كلها. ربنا يبارك فيهم اللي عملوا لنا الجمعيه دي ووصلونا للمواشي، ربنا يسعدهم زي ما ساعدوني وساعدوا اولادي. انا صاحبه ايتام وما لقيتش اوكلهم، واشكرهم جدا جدا اللي هيدوني جاموس عشر عشان ابيع مولودي واجي واوكلهم كل حاجه، وناكلوا لبن وجبنه وسمنه واكل الايتام. وفيكم بركة وكثر خيركم، وأشكركم جدا، وأنا فرحانة جدا جدا النهاردي فرحانة. جابوا لي جاموسة عشر عشان
عشان أوكل بها أنا وعيالي وساعدين ساعدين جدا جدا، وربنا يبارك في الجميع والناس الطيبين. واحد من الناس إنه هو عدى لنا الورق وجاب لنا إن سلمنا، قال أسلمكم جاموسي وإحنا محتاجينه، ويطرح فيكم البركة ويكفيكم شر العفش ويكفيكم شر المرض اللي أنتم ساعدتوا المحتاجين. وأشكر الجمعية اللي فيها الخير والأرمان ومؤسسة واحد من الناس اللي هو دلنا عليه. ألف شكر، ربنا يبارك فيكم على فعل الخير. عطوني بطنتين وعطوني كرتوني، الله يعفى عنهم ويسهل لهم. أنا كنت فعلا محتاج الحالة دي حياتي من صهاد، وأشكر واحد من الناس وأشكركم كلكم جميعا يعني، وأنا فعلا كنت محتاج الحالة دي يعني. جابوا لي حاجات من أكل وعبايات وبطاطين، وهم يشكروا يعني اللي هم سألوا علي ودوني. وأنا فرحان وسعيد بالحادة اللي أدبوها لي، لأن أنا محتاجها، ودبوا لي بطاطين وحاجات أكل وشرب وعباء لمراتي، وبارك الله فيه. بشكركم على اهتمامكم بينا، وبشكركم على تجهيزكم لينا، والنهاردة ادوني غسالة وبوتاجاز وبطانيتين وطقم كاسات. أنا بشكر جمعية واحد من الناس وأبو الفضل، وشكرا لكم. وحاجات دي كنت محتاجاها في الجهاز، أخذنا غسالة وتلاجة وغسالة وبوتاجاز وبطانيتين. وأشكر واحد من الناس على الحاجات اللي أعطاها لي. خدت غسالة وخدت بوتاجاز وخدت مفرز سرير وست كاسات في جهازي. الحمد لله انا فرحانه ان هم ساعدوني في الحاجات دي. تم التنسيق بين فاعل خير ومؤسسه واحد من الناس والأرمان ومؤسسه ابو الفضل وبنك الطعام وبنك الكساء. عملنا قافله كبيره جدا مكونه من عرايس، تجهيز عرايس وشنط مواد غذائية، زائد تسليم أجهزة للمسنين الفقراء، بالإضافة إلى تسليم أكثر من 50 جاموسة عشر في أكثر من 10 كرة هنا. وإن شاء الله هنكرر الإيفنتات دي بمشاركة معظم الجمعيات الأهلية الكبيرة عشان نقدر نفيد المجتمع والناس الغلابة في كل مكان في مصر بإذن الله. ايضا بالنسبه لمنطقه تراب اليهود العشوائيه اللي عرضنا احوالها ومشاكلها في الحلقات اللي فاتت، البرنامج بالتعاون مع مبادره علمنا حلمنا قدرنا ننزل 100 بطانيه بالاضافه الى معرض ملابس. تعالوا نشوف التقرير. بشكر واحد من الناس وعلى البطانية، ربنا يديكم الصحة ويخليكم. بشكر الناس اللي هم بيساعدونا ويقفوا معنا، ربنا يبارك لهم ووسع عليهم ويرضيهم يا رب، كل ما بيرضوا اليتامى والغلابة. أنا بشكر حلمنا علمنا وبرنامج واحد من الناس على سلمنا البطانية وتشيرت للأولاد. خدت بطانية وهدوم من تراب اليهود من هنا من مكانكم. برنامج واحد من الناس، وهم الصراحة جابوا لنا حاجات كويسة كتير جدا، بطاطشين وهدوم وجابوا لنا يعني، أنا عندي 5 عيال هم ادونا كل حاجة.
وربنا يبارك لهم يا رب. بيساعدونا ببطاطين وهدوم والحاجة دي احنا كنا محتاجينها جدا بصراحة. البرنامج بالتعاون مع مركز إبصار التابع لاتحاد الأطباء العرب عمل 4 عمليات مية بيضة ومية زرقاء وزرع عدسة، وكمان تم توقيع كشف الطبي عمل جميع الفحوصات مجانا لعدد من المرضى. نشوف التقرير. سكر وشبكة عيني ضعيفة، عيني وجعاني بتدمع على طول وتعبان، رحت لدكاترة كتير ومعيش مدير أعمل العملية، اتصلت بواحد من الناس عشان أعمل عملية في عيني، النهاردة ادوني قال لي أنا أعمل عملية في عيني، جاي النهاردة أعمل عملية، اتصلوا بيا جابوني واحد من الناس عشان أعمل عملية. أشكر برنامج واحد من الناس واتحاد العرب، أشكرهم أوي وكتر خيرهم. والله أنا كان عندي عين تعبانة وعين جات لي فجأة عليها مية يعني، فحاولت ان انا اروح بره لاحد الدكاتره بره، لقيت الاسعار مرتفعه يعني 4000 و7000 وبتاع، وما عنديش امكانيات انا الهكره دي. اتصلت ببرنامج واحد من الناس، فوالله مشكورين، ودوني الدكتور اطباء العرب وقاموا باجراءات الكشف عليا واللازم، وحددوا لي يوم العملية وكان معاد النهاردة يوم العملية النهاردة. شكرا لبرنامج واحد من الناس والأطباء العرب والأهل الخير جميعا. عناية فيها ضعف وما بشوفش بيها وما بشوفش يعني حاجات البيت قوي، ولا ما بقى ماشية في الطريق ما بشوفش حاجة. ما جات كشفت وحددوا العملية وقالوا تعالي أما نبعت لك نعمل لك العملية، وأنا جاي النهاردة أعمل العملية. والله النهارده احنا استمرارا للتعاون المشترك بين المركز العربي لمكافحه العمى وبرنامج واحد من الناس بتعاون الكشف على المرضى العيون ومعالجتهم سواء جراحيا او دوائيا. النهارده اليوم المرحله الثانيه بعد الكشف، احنا كشفنا عليهم فيهم قبل كده، وبنكشف على المرضى وبعد كده المرضى اللي محتاجين عمليات سواء ميه بيضاء او ميه زرقاء نبدا نحدد لهم مواعيد. النهاردة عندنا 4 عمليات، 3 عمليات مياه بيضاء ومياه زرقاء، وإحنا شرفنا طبعا في أي وقت إن إحنا مستمرين في التعاون المشترك بيننا وبين البرنامج واحد من الناس. فاكرين منطقة توشكا في اسكندرية اللي عرضنا مشاكلها قبل كده؟ البرنامج الحمد لله بالتعاون مع مؤسسة الإصلاح والنهضة بعتنا لهم قافلة طبية مكونة فيها 5 تخصصات أطفال وبطنة وضغط وسكر وعظام بالإضافة لصيدلية ومعرض ملابس. شوف التقرير. النهارده بالتعاون مع برنامج واحد من الناس عملنا قافله طبيه في منطقه توشكا. بدايه الادويه زي ما انتم شايفين جبناها بالتبرعات، معظمها اغلبها جاي بتبرعات، احنا معظمنا هنا اطباء وصيادله في المشروع، فقدرنا ان احنا نوفر الادويه للمنطقه محتاجاها بالتبرعات. كمان الاطباء التخصصات الموجوده معانا تخصص بطنه ومعانا تخصص اطفال ومعانا تخصص انف واذن، دي كانت اغلب التخصصات اللي المنطقه محتاجاها واللي قدرنا نوفرها النهارده. والله بنشكر برنامج واحد من الناس مؤسسه النهضه والاصلاح على الخدمات اللي هم بيقوموا بيها لصالح المواطن اللي هو على قد حاله كده، وحاجات ياما يعني عملوها الناس وقاموا بمجهودات جامده معانا، وده طبعا احنا بنشكرهم كلهم بصراحه. يعني بتجيب لنا ملابس للمحتاجين، وفي دلوقتي مشروع كويس اللي هو بتاع الادويه، وبتشوف الناس اللي محتاجة ايه وكده. وبشكر واحد من الناس
على الملابس اللي هم هيجيبوها في المعرض، وجزاكم كل خير. احنا محتاجين ان احنا هنا حد يجي يكشف على الاطفال وعلى الكبار، لان احنا هنا عندنا اطفال كتير بيتعبوا ومفيش عندنا وحده صحيه وما عندناش هنا مستوصف شغال 24 ساعه والعيال بتتعب اكتر وقت بالليل وما بلاقيش حد كمان، ما لقيش دكاتره كمان نكشف على اطفالنا. فيعني نشكرهم اللي هم جم هنا عشان يكشفوا على اطفالنا ويصرفوا لنا العلاج ويراعوا اطفالنا دي. اشكر واحد من الناس لاني كنا هنا توشكا يكشف على اطفالنا، لان اطفالنا هنا تعبانه جدا. فالحمد لله رب العالمين ان ربنا اكرمهم يعني ان خلنا نكشفوا على اطفالنا هنا. الف شكر للقافله الطبيه اللي انتوا جبتها لنا، ربنا يجعلكم كده شفاء للناس يا رب العالمين. اللهم امين اللهم امين. طلعت المسجد وقالوا لي في كشف، وانا جاي بابني عشان ان شاء الله عشان نكشف، وربنا سبحانه وتعالى يولي من يصلح. نتمنى اللي يبقى على طول يعني مش مره واحده. محمد محمود شاب عنده 22 سنة من البحيرة، اتولد قزم، اتجوز وعنده بنتين، كان نفسه في كرسي متحرك علشان يقدر يخرج ويشتغل ويشوف الدنيا، خصوصا هو العائل الوحيد لأسرته. البرنامج بالتعاون مع مؤسسة واحد من الناس سلمنا له كرسي متحرك. شوف التقرير. حصل ان في سلة قرابة بين والدي ووالدتي، ماشي، جنة وراثية. نزلت انا كده وعندي بنتين طبيعيين واختي التانية نفس الحالة برضو، وظروف ان انا يعني مفيش دخل مفيش اي مساعدة، كنت مطلوب كرسي عشان اعرف اتحرك عليه وامشي، ويعني احس ان انا يعني جزء من الناس العادية. اتصلت ببرنامج واحد من الناس، كنت ما كنتش متوقع ان هم يسدوا معايا بالميعاد والوقت. في الاول ان هو بيبقى صعب عليا اني ابقى كده يعني مش مصدق ان انا اجي له كرسي ومش عليه يعني وهخرج واتفسح وابص واسحب ده وده صاحبني وكده. بشكر الاستاذ عمرو الليثي ان هو ساعدني برنامج واحد من الناس على هذه الحاجه الجميله، ان انا ممكن اقدر اخرج واتفسح وممكن اروح مشاويري واتعامل مع الناس والبشريه. حقيقه انا بشكره الاستاذ عمرو يعني، وبشكر هذا البرنامج ان هو لبي طلبي وراح وجابوا له الكرسي ان شاء الله. وانتوا زي ما انتوا شايفين يعني حاجة ما كنتش أتصورها. أنا مبسوط ويعني مبسوط عن الأول كتير، إن أنا بقيت عندي إحساس إن أنا هخرج وأتفسح مع أصحابي وممكن يعني يبقى في تحسن ليا ويعني أزور قرايبي وأزور أصحابي وكده، يعني ما يبقاش عويل، ممكن أدي طلبات أنا بحكي بنفسي. ألف شكر حقيقي. في توحيد الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني، أطلق الدكتور هشام قنديل مبادرة من أجل حياة كريمة بهدف حماية الأطفال وتوفير مأوى لهم.
الحكومة لن تستطيع القيام بذلك وحدها، ولا بد من تضافر المجتمع المدني معنا. أنا حتى كلمة تضافر أنا يجب أن يعني نعمل معا، وأنا ما أعرفش مين اللي هيكون قائد الآخر في البداية، لكن الهام في هذا الموضوع أن احنا يعني نوايانا واحدة إن شاء الله ومخلصة الله سبحانه وتعالى في أن احنا نساعد الأطفال، ليس فقط الأطفال الأيتام ولكن الأطفال أيضا الذين ليسوا بلا مأوى، حتى نستطيع أن نعطيهم فرصة جيدة للتعليم. من هذا المكان ومن هذا المنبر بدأوا حضراتكم أنك أنتوا شاركونا في هذه المبادرة، المبادرة اللي احنا بنحاول فيها تطوير أماكن دور الإيواء وتحديثها، ليس فقط بالمعدات ولكن بالكوادر البشرية القادرة على تقديم الرعاية التربوية والاجتماعية المطلوبة لهؤلاء النشأ وهؤلاء الشباب. تم اختيار الإعلامي الدكتور عمرو الليثي سفيرا لهذه المبادرة، حيث طالب أن تتحول نوايا الدولة لحماية الطفل إلى قرارات جدية التنفيذ. والبداية الحقيقة أنا كنت بدأتها من أسبوعين في لقاء لي مع المحافظين المحترمين دكتور أسامة كمال وزير محافظ القاهرة ودكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة، وعرضت عليهم الفكرة، والحقيقة وجدت عندهم حماس شديد إن هم يخشوا معنا إحنا كمؤسسة واحد من الناس الخيرية، إن هم يدونا بعض الدور اللي هم مش عايزينها عشان خاطر نحولها الى دور لرعاية اطفال الشوارع. ممكن ناخد اطفال الشوارع في هذه الدور، نوفر لهم الرعاية الاجتماعية والنفسية، نؤهلهم او نعيد تأهيلهم مرة اخرى كي يكونوا مفيدين ايجابيين في المجتمع المصري. فاتمنى ان تكون على اولى يعني اجندتنا النهاردة في هذا الاجتماع هو رعاية كاملة لاطفال الشوارع. يعني احنا معنا النهاردة الوزراء المختصين كلهم، اتمنى ان نستغل وجودهم في هذا المحفل ولا ينتهي بمجرد احتفالية، وان نخرج بقرار في موضوع اطفال الشوارع لانه موضوع جد مهم وجد خطير. الموضوع الاخر الذي اريد ان اتحدث عنه هي تجربة بسيطة جدا خاصة بالمتسربين من الاطفال من التعليم. ما هقول لحضراتكم تجربة بسيطة احنا عملناها في الدويقة. رحنا الدويقة واخترنا 2500 طفل من الأطفال المتسربين من التعليم، خدنا الأطفال دول دفعنا لهم مصاريف المدارس من خلال جمعية واحد من الناس، عملنا بروتوكول يا دكتور هشام مع بنك الطعام ان احنا بنبعت الأسر بتاعتهم كل شهر المواد الغذائية اللي تكفلهم احتياجاتهم طول الشهر، يبقى انا كده سديت موضوع الأكل. اتفقنا مع بنك الشفا ان الاب العيان او الام العيانه نبعت لهم الدواء بتاعهم اللي يغطيهم طول الشهر، فدفعت له مصاريف المدرسه، وفرت له الاكل، وفرت له الشرب، وفرت له العلاج. لقينا ان الاب ممكن يجتهد وممكن يعمل، ان هو مثلا رجليه مقطوعه، مريض، ظروفه صعبه، او الام، جبنا لهم اكشاك واتفقنا مع السيد محافظ القاهره ان احنا ناخد بعض الاكشاك ونديهم فيها بضاعه فنحولهم من طاقه كامنه الى طاقه فاعله ايجابيه. هذا المشروع نجح على سكيل على 2500 طفل. انا اتمنى واحدي امكانياتنا كجمعيه ان احنا نعمل ده، لكن اذا تضافرت وانا النهارده معانا كل الجمعيات الاهليه الكبيره في مصر ومعانا كل الشخصيات العامه المهمه جدا المؤثره في الراي العام، اتمنى ان هذه الدعوه اللي بدات ب 2500 طفل في منطقه الدويقه ومنشيه ناصر انها ترقى انها تصل الى كل انحاء مصر، ونقدر بدل ما نعلم 2500 طالب احنا عندنا ملايين الاطفال متسربين من التعليم عشان خاطر الظروف الاجتماعية اللي بيمروا بيها أسرهم وأهلهم. احنا محتاجين فقط من الدولة مثل هذه المبادرة، فقط من الدولة أن تعطي المكان وتسيبنا احنا نبني الحجر ونبني البشر. المبادرة من ناحيتكم واحنا عايزين نشتغل، عايزين نعطي بجد. حضر هذا المؤتمر العديد من المسؤولين والشخصيات العامة، حيث أدلى كل بدلوه بطرح آليات لحماية أطفال مصر. وأنا وجدت أن في 130 ألف جمعية أهلية بتعمل في مجال رعاية الأطفال. بعض هذه الجمعيات عملها ملموس وملحوظ على المجتمع، ومن ضمنها ما أشار إليه الدكتور عمرو الليثي وما أشار إليه الفنان الأستاذ محمد صبحي من جهود مكثفة لرعاية أطفال مصر الذين حرموا من التعليم أو حرموا حتى من فرصة الحياة داخل أسرة، وبحيث يشعروا بالإطمئنان والأمان. أساسيات هذه المبادرة أننا ممكن نعمل مشروعات تنموية لتمكين الأسرة أنها تتيح أكبر
أكبر نوع من الاهتمام بأولادها الأيتام عشان يصبحوا شباب ورجال في المستقبل. This event brought together government officials. هذا الحدث يجمع بين المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام from the media, وأيضا منظمات مثل اليونيسف. إنها محاولة لفعل المزيد من أجل الأطفال مع الوضع بالاعتبار أن حقوق الأطفال تأخذ صورتها الكاملة بمصر. هي مبادرة عظيمة. أنا مسلم ما كنتش حاسس يعني إن هي كانت حقيقة يعني إن إحنا هنيجي ونقابل رئيس الوزراء شخصيا الدكتور شمانديل ويعني هي يوم عظيم أوي. محتاج عمل فرص عمل وإن لما الواحد يتخرج من الكلية بلاقي عمل. ما نزرعه اليوم بأطفالنا سنحصده حتما بهم غدا، فالطفل اليتيم قد يثمر عن قوة بناءة وقد يكون أداة مدمرة. هذه المبادرة هي الأولى من نوعها والتي انبعثت من البوق الحكومي ليس كعمل خيري وإنما كواجب وطني. برنامج برعاية كل يوم بستقبل شكاوى من أهالي القرى وعزب وناس فقيرة مظالمين بلا خدمات، مطالبهم بسيطة وشكاويهم بنقدمها لعل وعسى المسؤولين يتحركوا ويحلوها. وأول شكوى جات لي من أهالي قرية السيقان والقرقرة وأولاد عزام بمحافظة سوات، ما عندهمش صرف صحي والمعهد الأزهري غير مكتمل وبتضطر البنات إنهم يمشوا مسافات طويلة، كمان المية عندهم لا تصلح للشرب وفي تقريبا 200 أسرة مهددين بإزالة مساكنهم بالرغم من وجود مساكن مش لاقية اللي يسكنها. مشاكل كثيرة، تعالوا نشوف التقرير. أهالي نجع القصان تبع أولاد عزاز اتعمل بجهود ذاتية ولغاية الوقت ما كملش، وإحنا عايزين عشان خاطر المخزن للبنات اللي بتروح المعاهد دي مسافة حوالي 15 كيلو على إدفة، فما حدش راضي يساعدنا، الحكومة راضي تساعدنا ولا في حد راضي يساعدنا على قاعد على كده المعاهد دي من حوالي 8 سنين. العناء اللي احنا بنعاني منه هنا في القرية مشروع الصرف الصحي، إن مشروع الصرف الصحي هنا عندنا في القرية يعتبر مشروع فاشل. كل يوم المياه طافحة على سطح الطريق وعلى نهر الطريق في الأمام في اليمين وفي الشمال معهد ديني ومدرسة ابتدائي. طبعا الأطفال بتيجي في أغلب الأيام يصعب عليها الوصول للمعهد الديني وللمدرسة الابتدائية من كسر الطفح المياه على سطح الأرض. بنعاني من المية الشرب فيها ديدان. أنا عندي في البيت حصل فشل كلوي للعيال بنفس الطريقة بسبب المية. وبنعاني من الصرف الصحي، عندي بيتي على شارع بيتي تشرق وقع. الصحة هنا عندنا تروح الوحدة الصحية في جميع الإمكانيات وجميع الأجهزة وما فيش أطباء ولا ما فيش عملاء يقومون، والوحدة الصحية ما فيهاش أي أدوية ولا أي علاج. يعني عنروح نكشف برا عنركب مواصلات عنجيب العربية هتاخد 40 جنيه، عنمشوا أقل حاجة 10 كيلو عشان نوصلوا المستوصف أو مستوصف خيري أو نص ساعة أقل حاجة. وفي الليل بنودي الأطفال وحالات الوضع. سيادتك الوحدة الصحية فيها إمكانيات رهيبة بس ما فيش حد شغال. الصرف الصحي عندنا هنا متضررين منه،
على طول ضارب وعدوا المهندسين يا دوب يشيلوا من هانة المية تضرب من هانة 24 ساعة ضارب. وادي سيادتك شايف المية هات مغرقة الدنيا على طول ضارب. احنا بنعاني هانة من التشرد بتاع 200 أسرة اتبنت هنا سمعني، فهم ايه طلعت لنا قرارات إزالة للكل، طلعت لنا قرارات إزالة، فنرجو من يعني حد يساعدنا علشان نتملك الأرض دي أو نربطها أو أي حاجة يعني. فطلعت لنا القرارات واحنا كلنا ناس بنعاني في الفقر والجوع والمرض وما شايفينش ولا حد مسؤول جاي ايه بصفنا. بنينا في الصحراء عايزين يمشونا منها، يعني يبقى ارضينا بالهم والهم مرضيش بينا، يعني في جبال واماكن مش عارفين نقعد فيها وبعد كده عايزين يمشونا منها. طب نعمل ايه؟ غلى اسعار وغلى ميه مش لاقيين، كهربا مفيش بتدفع، طب نعمل ايه تاني؟ بعد الجبل في ايه تاني؟ هو احنا عاملين ما معناش سكن ولا معناش بيوت، لو سمحتوا احنا عاملين بيت غربه في الجبل بطوب ابيض ولا سقف ولا حاجه، نروحوا فين؟ نروحوا نسكن في بيوت بعيده ولا نروحوا بلاد بعيده ولا نروحوا فين؟ احنا الحكومه عايزه تزيل بيوتنا، دقت احنا ما تزيلهم احنا نروحوا فين؟ بنوا لنا نظام السبع عماير ايه مهجوره، لمت البلطجيه والصيع مع احترامي في الالفاظ يعني، وعملوا لي مدينه هنا وقال لك عمارتين، اصحاب المحلات في الحلفيين ما رضوش يستلموا العماير والمستودع مربوط اسره وهنا جايين عاملين قرارات ازاله. انا بناشد السيد المحافظ ورئيس الرقابه الاداريه وعايز رئيس مجلس المدينه اللي بعت لنا قرارات ازاله يبص علينا كده بعين الرحمه، دي احنا تبع الشعب، احنا مصريين. أظن أن العمارات اللي شفناها الجديدة دي نقدر نسكن فيها الأهالي بدل ما هي مهجورة. كمان مطالب السيد المحافظ النظر بعين الاعتبار للقرى الثلاثة وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي، ودي أبسط حقوقهم يا سيادة المحافظ. جات لي شكوى تانية من قرية الدرملي مركز دمنهور محافظة البحيرة، كالعادة ناس ما عندهمش صرف صحي ولا وحدة صحية ولا مخبز عيش ولا مستودع نبيب، وكمان ما فيش مدرسة ابتدائي في القرية مع ان الاهالي اتبرعوا بقطعة ارض لكن الحكومة مش موافقة عشان خاطر تحل هذه الازمة. كتير جدا من بيوت القرية من غير اسقف معاناة. تعالوا نشوف معاناتهم. عندنا قطعة أرض منزوعة الملكية من سنة 2004 ومحددة المساحة ومكتوب لها رجم حديد وكل حاجة، وعاملين يافطة من مجلس القرية ومن مجلس مدينة دمنهور، وعديد من المرات رحنا المسؤولين وقدمنا شكاوى وعملنا جميع البدع ما فيش أي تنفيذ. مرة يقولوا ما فيش ميزانية، مرة يقولوا المقاول، مرة يقولوا هيئة الأبنية، ما فيش أي تصريف لها خالص. وسيادتك موجودة هي المكان بتاع المدرسة واليافطة محطوطة عليه بالمساحة بتاعتها باسم المتبرع لها، ودي الحاجة اللي بتعاني منها القرية هنا، لأن الأطفال بيمشوا الصبح حوالي أكثر من 7 كيلو أو 3 كيلو أو 4 كيلو المدارس أخرى، وما فيش المواصلات طبعا زحمة الأيام دي من تكاتك من العربيات من أي شيء. فالمدرسة دي لما تقام هنا على أرض القرية هتلم الأطفال دي كلها. والصرف الصحي ده يعني مؤثر جدا جدا ومشكلة كبيرة بالنسبة للبني آدمين والحيوانات والزراعة، بأثر عليهم. فياريت نلتمس من حضرتكم ان الصرف الصحي بس ماشي، وبس يكون سليم يكون صحي، يعني احنا عاملين حاليا عاملينه على حسابنا ماشي جهود ذاتية، فبرضو ما ينفعش، عايزين نعمله طريقة صح وطريقة معدولة. الوحدة الصحية لازم تكون موجودة هنا ماشي، هنا بيحصل ظروف طوارئ ماشي، ولازم تكون موجود في نقطة اسعاف، يعني في ناس كتير هنا في منطقة زاوية غزال، منطقة يعني قرية أم، لما يجي 20,000 قرية حواليه ما فيش أي وسيلة إسعاف ماشي، ما فيش إلا مركز نور الإسلام هنا وهو يعني على جده. ما عندناش فرن عيش، وطبعا مش مهتمين بالعيش قد كده، وفي
في عالم ياما بتخش اشتراكات في العيش، وعايزين العيش يبقى احسن من كده، بنمشي مشوار طبعا بعيد عشان العيش وكده. زباله، كل واحد بيرمي وكل واحد وبتعمل ايه، بتعمل تلوثات وبتعمل امراض للناس كده والحاجات دي، فما عندناش اي حاجه بالنسبه للزباله دي خالص. وبالنسبه للطرعه اللي هي الماشيه دي، كله بيرمي فيه الزباله والمعقبات والحاجات دي كلها. فطبعا الطرعه ديت يعني في ناس بتتوضى منها وفي ناس بتروي منها الارض، وطبعا مشاكل كتير يعني بالنسبه لدي. وعندنا برضو مشكله الانابيب، دي مشكله كبيره جدا. بالنسبه لموضوع الانابيب، عندنا مستودع غاز هنا في البلد، وبنشوفش انابيب كل شهر مره، وفي ناس بتبيعها تجار ب50 جنيه و100 جنيه ومش موجود. يعني حصتنا في الشهر هنا المفروض احسن من 1000 انبوبه، ما بيشوفوش، وبيع الانابيب بره ب50 جنيه و100 جنيه. ما فيش عندنا صرف صحي، بالنسبه لنا الميه متلوثه. كان الفلاحين بتشتكي برضه من اعراض الكبد وفشل كلوي اللي بيحس المياه متلوثه هنا، وكل الزراعه طبعا بايظه، والناس هنا بترمي وفيات في المياه طبعا والزباله حضرتك. فعايزين نهتم يعني بالنسبه للمياه ديت عشان الزراعه. الست ده هي ست على جده وجثه متوفي ومعاها حوالي 7 افراد صغيرين وقاعده في اوضه، احنا بنلم لها فلوس من الشباب ومن العالم كله بحيث ان احنا نسكنها في مكان لا لها سقف ولا اي حاجه، ومعاهم لمؤاخذه جاموسه جوه حابسينها جوه كده اهوت، والسقوفات من فوق زي ما انت شايف حياتك كده اهوت، اهوت بوص اهوت بوص تعبان. فاحنا نتمنى ان نحسنوا المعيشه بتاعتي زيها زي اي فرد. زي ما شفنا أهالي قرية الدرملي محتاجين مسؤول يحس بيهم شوية، ياريت السيد محافظ البحيرة يزورهم ويحل مشاكلهم. جات لي شكوى تانية من أهالي قرية الأحراز بالأليوبية، سكانها بيعانوا من الإهمال المتعمد كالعادة، ما فيش صرف صحي، والوحدة الصحية تكلفت ملايين الجنيهات وتحولت إلى وحدة تنظيم للأسرة، والمرضى بيسافروا 20 كيلو، 20 كيلو عشان يلاقوا مستشفى تانية يتعالجوا فيها، وكمان بيشتروا العلاج على حسابهم، ده غير مصرف بيمر في القرية ومردوم بالقمامة، وكمان رغيف العيش حالته سيئة. تعالوا نشوف هذه المأساة. وعايزين صرف صحي، يعني عايزين برضو يعني نعيش زي الناس اللي عايشين. يعني المياه فيها تلوث جامد وما بتوصلش لنا مثلا، يعني فوق ما بتوصلش تحت حتى، نملى بقى من الطرمبات غصب عننا، هنعمل ايه؟ المياه جايبه لنا مرض وعيانين والله، ومياه الحكومه ما بتجيش هنا ولا حاجه، وهنا عيشه تعبانه والله. يعني بنعاني من المياه وكده، وما فيش عندنا مجاري عشان نرمي المياه، ودي انضف مياه بنغسل فيها عشان ما بتوصلش البيوت، يعني كده تيجي ملوثة مش حلوة، وبجيبنا أمراض للأطفال وكده، عشان كده الناس كلها بتيجي هنا. كل المية بنجيبها من هنا، يعني شرب وكله ومية الأكل وما تشرب بنجيبها من هنا. والمية حادة خالص، حادة يعني المية مش مظبوط، ولونها متغير من صفرة، والريحة بتاعتها ما تنطقش خالص. المية دلوقتي ما توصلناش، والزرق بيتجف عندنا هنا بيبوظ، ومننزعش هنا من السلسلة، بننزل على القصر، حتى النهر حتى بيجفف المية يعني. ونطلع دلوقتي الهندسة يقول لك البحر الترعة بتاعت غنيم ديت مش متجدولة،
ملهاش اصلا حصه عندنا، والارض الزراعه باظت كلها، وحتى الانتاج ما فيش انتاج خالص السنه دي في القمح كله باظ، ولا فيش اي حد جانا خالص يا باشا. احنا مش ما احنا مش على الخط خالص اصلا يا باشا، ولا حد بيسال علينا خالص. المشاكل الاساسيه اللي عندنا دلوقتي حضرتك بتنعكس في ثلاث مشاكل. اولها الصرف اللي هو المغطى دون، اللي هو مفروض كان اساسا يتغطى، كان مفروض يجي من اول البلد لحد الحراز. اولها زي ما شفت حضرتك زباله، والصرف الشبكه اساسا مقفوله، بتوع الري اشتكيناهم ثلاث مرات. المحافظ وصلت للمحافظ قال لك البربخ بتاعكم دون ما هوش ايه، مش في الخطه اساسا. طب مش من الخطه ازاي؟ تعالى بص حضرتك الناحيه دي هتلاقي حوالي 50 فدان الناحيه دي ما بيشربوش، لان المايه من هناك واقفه. ده زائد الزباله، الناس هتحط زبالتها فين؟ ما فيش عربيات بتوع المحافظه بتوع الوحده المحليه، العربيات اللي هي بتاعت الزباله ما بتجيلناش، احنا بنشيل الزباله على حسابنا. انا عن نفسي بشيل الزباله في عربيتي ارميها بره. البيوت هنا بتعوم على بحيره مياه صرف صحي، البيوت مهدده بالانهيار، وفي مياه الشرب طبعا خطيره جدا، وممكن احنا هنا مهددين ان احنا تتكرر مشكله البرادع تاني، واصابات بفشل كلوي وتيفود وامراض كبد. الحاجات دي كلها لا تخلو اسره في سواء في اهلنا في العرب الحمامشه او عندنا في قريه الاحراز من مشاكل صحيه بسبب تلوث مياه الشرب. البلد بالكامل النهارده القريه كلها ما هي الا طرنشات في الارض، والطرنشات طبعا ضربت في الارض مما تسببت الرضيه دي، خلطت الميه مع الخزانات، عملت امراض دلوقتي فشل كلوي ومرض كبدي. يعني تناضلت البلد، يعني البلد فيها نسبه كبيره من هذا المرض، من في سبيل الله البلد كلها دلوقتي بتعاني من هذه القضيه. نسبه الفشل الكلوي اكثر من 50% في القريه، وفي غسيل على طول في المستشفى اللي هي الشامله في سبيل القناطر، نسبه جامده جدا. حسبي الله ونعم الوكيل في المسؤولين كلهم، المسؤولين ما حدش بيشوف شغله مظبوط. المستشفى دي كانت زمان احسن من دلوقتي، وبعدين اتطورت وبقت على يعني على مستوى احدث، لكن فاشله خالص. وبعدين اي حاله دلوقتي بتيجي للمستشفى دي بيحولوها بنها والمستشفى اللي هي في شبين القناطر. طبعا سوق العيش في بلدنا سوق سيء، العيش ما بيتخبسي، الرغيف ما بيتعداش نص رغيف، عيش لازق، الدقيق بيتباع قدامنا علني، العربيات بتشيله واحنا قاعدين ما احناش قادرين نتكلم. ما بيدوناش عيش خالص، ولو رحنا طابين بيضربونا ويشتمونا ويبهدلونا، هم اصحابات التمويل بتاع الطوابين، ولا بيدوناش عيش، بيقولوا لنا مش روح. بقول حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي يظلم. ترى السيد محافظ الأليوبية ممكن يبص للناس دي ويحاول يحل مشاكلهم؟ أتمنى. تعالوا بقى نشوف الناس الأسبوع ده بيشتكوا من إيه وبيشتكوا من مين. كان واحد من الناس زي كل الناس، ناس عايشة بتجري وشقيانة وهي عايشة وخلاص. كان واحد من زي كل الناس، مستورة مدام بابنا علينا مقفول بالترباب. أنا بشتكي للغاز عندنا هنا في عامل أزمة جدا، بقالنا دلوقتي يجي أسبوعين نودي الأنبوة تقعد 15 يوم عشان وندوخها أول ما نجيبها، ومبارح بيقولوا لنا الأنبوة بقت ب10 جنيه. بشتكي من البنزين والخمسة لتر ب10 جنيه، عن حرام ظلم. صفحة الجاز دلوقتي شوفها بقت بكام، نعمل ايه؟ عارفين نروي الاراضي، الاراضي ما عارفين نرويها. الجهاز طبعا في مشكله كبيره، والناس في خناقات جامده وبنتخانق، وفي ناس بتتعور وممكن نقف بالاربع ساعات خمس ساعات عشان نموت بنزين او جاز. انا بقالي ثلاث ساعات واقف على الجهاز،
ماشي، ولا في جهاز ولا في سرر في الدنيا، وصفيحه الجهاز ب 70 جنيه، كل حاجه غليت، مفيش حاجه رخصت خالص. الطماطم بقت ب 5 جنيه، البتاع دي البطاطس بقت ب 4 جنيه، في ايه رخص؟ في ايه كل حاجه غليت. ورانا شغل عايزين نطلع، مش عارفين نطلع نشتغل، وسمحنا واقفين. البنزين مش موجود نهائي. التامين ذات نفسه ما بيبقى في السوق السوداء، يعني بيدوا لزباينهم اللي ما بيغيروا عندهم زيت والكلام ده كله. عندك البنزين ال 90 مش موجود، ال 92 بص دلوقتي على البنزينات مش موجود. حالنا وقف وبيتنا وقفت على كده. البنزين ال 80 بنجيب لتر ب 2 جنيه وما بنلاقيهوش، والله ما لاقيينه. كل حاجه غلت، وهو فين الاسعار ولا فين الشغل ولا فين البياع؟ الناس قاعده كلها بتتفرج على بعضها. بنشتكي من الاسعار غاليه والناس ما بقاش معاها فلوس ومحدش بقى يشتري والدنيا بايظه خالص في كل حاجه. الناس قالت واشتكت وشكاوى الناس بسيطه ومطالبهم ابسط، واحنا كمان هنقول اللي الناس ما قالتوش. الحكومه بتعلن استمرار المفاوضات مع صندوق النقد للحصول على القرض، والناس بتقول ينفع نعيش من غير قروض لو وقفنا سرقه المال العام من قروض الفساد. تقارير تؤكد ان مصر بتقترب من الفقر المائي، وتقارير تؤكد تلوث مياه النيل، والناس بتقول لو قدرنا نوقف المهدرين والملوثين مش هنفضل فقراء في المية ولا في الغذاء. استمرار الأزمات في المحافظات والفقراء بينتظروا تنفيذ وعود الحكومة، والناس بتقول وعود من غير تنفيذ وحكومة مكشوفة ما تغطيش. الحكومة تبحث توفير فرص عمل جديدة للشباب العاطل، والناس بتقول مش هنبطل نبحث وهنعمل فرص عمل بجد. أزمة مع المخابز بعد قرار الحكومة بإعادة تقنين حصص الدقيق وفروق الأسعار، والمخابز بتهدد بالإضراب، والناس بتقول يا ريت بتوع المخابز يخلونا ناكل عيش، والحكومة كمان تختار الوقت المناسب للتقنين. وزير الزراعة بيقول واجهنا هجمة شرسة من الجراد هذا العام وتصدينا لها بنجاح، والناس بتقول قضينا على جراد الحشرات محتاجين نقضي على جراد الفساد. نلتقي بعد الفاصل.